اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين، هنبدا طبعا لازم يكون معانا الاكل متنوع وحريصين كل الحرص بناء رغبه حضراتكم، بنعمل الاسئله وبننفذ اللي حضراتكم بتطلبوه مننا من خلال السوشيال ميديا. كله عايز يعرف شاورمة اللحمه بتتعمل فتة ولا ما بتتعملش، وإيه الفرق بين إن إحنا نعملها فتة بنفس التتبيلة ولا نغير من التتبيلة. هنجاوب على الأسئلة دي عمل النهاردة مع بعض. هنعمل شاورمة اللحمة فتة ونشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة، وأعتقد إن هي مشهورة ببعض المطاعم وبناكلها برة، ولكن مع الشيف المغازي بالتأكيد هيكون لها طعم تاني. عدل الفتة طبعا بيكون دايما الشاورمة بطاطس مقلية. أنا هخرج بره النطاق ده ونعمل النهارده نوع بطاطا اسمها بطاطا حارة، المسمى وتاريخ الأكلة من المطبخ الشامي، ولكن بطاطا حارة بالكزبرة والتومة أكيد لها طعم تاني. البعض بيعملها بالسماء أو دبس الرمان، أنا هعملها النهارده بطريقتي الخاصة هتعجب حضراتكم بإذن الله. ولكن الحلو النهارده بهديل الأطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيشوفونا طبعا على شاشة القناة الأولى، وفي متابعة كبيرة قوي من الأطفال الحلوين بوجه لكم التحية والشكر. أنا بعمل لكم النهارده الكيكة بالشوكولاتة، أعتقد إن هي سهلة يعني نقدر نعملها بطريقة بسيطة، ولكن النهارده هضيف حاجة حلوة إن إحنا ممكن نعملها نوعين في قلب القالب، نوع أبيض اللي هي كيكة الشوكولاتة اللي إحنا عارفينها، والنوع التاني بطابع من الليمون. هنشوف نعملها إزاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عشان تقدروا تتعلموها وتعملوها في المطبخ. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة في الحلقة وكمان معلومة غير معلومة. معانا البطاطس نقطعها بالشكل ده كده. عايز أعمل بطاطا حارة، أعملها إزاي يا شيف؟ أنا مقطع طبعا البطاطس معايا ولكن حابب أقطعها مع حضراتكم كده أهو. القطعية دي مهمة، لازم تتقلي في الزيت يا شيف، لازم تتقلي في الزيت. البطاطا الحارة ينفع تتعمل مسلوقة؟ طبعا مش هتبقى حلوة خالص. خلاص هاخدها على الزيت زي الفل. اللهم صل على النبي. البطاطس طبعا طبيعي لازم ان احنا نحطها في مية عشان يا عم الشيف لونها ما يتغيرش. بناخدها كده زي الفل، زلزال في قلب الزيت بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله الله اهو، شويه بطاطا حاره تاكل صوابع كره. اهم حاجه الكزبره الخضراء اللي افرمها مع التومه. حلو الطعم بقى، يا اما دبس الرمان يا اما هريسه حلوه حسب ما انت عايزه. انا بحب الطبق ده قوي. هنخليه في قلب الزيت كده واحنا شغالين مع بعض، ونجهز الكزبره والطشه بتاعت البطاطا الحاره دي. مدارس بقى، البعض بيعملها بدبس الرمان والبعض بيعملها يا عم الشيف بالهريسه، ولكن الاساسي فيها كزبره وتوم. ادي الكزبره الخضراء بتاعتي، بشيل العروق مش عايزها، ده الطبيعي، واركنها على جنب كده. نصيحه مني، بتفرمي بقدونس لتبوله، بتفرمي كزبره خضراء لملوخيه او باميه او بطاطا حاره، لازم انك انت تشيل العروق. اشيل ده من هنا عشان اساتذه المصورين، وادي الكزبره الخضراء بالسكينه بتاعتك. اللهم صل على النبي. الفرمه دي كده اهم حاجه انك انت تمسكي السكينه بقبضه ايدك وشيل صباعك من على ظهر السكينه. معلومه اللي بقولها دي لكل ام بتتابعني، لكل اخت بتتابعني، عشان مع الوقت، لان المطبخ ده مملكتك فبتقفي فيه كتير، بتقطعي خضار، بتقطعي بصل، بتقطعي فاكهه، انك تحط صباعك كده على السكينه غلط. اساتذه المصورين حبايبي، هو ده صباعك على السكينه كده غلط. انا بشيل صباعي خالص من على السكينه بالشكل ده كده. خلي ايدك كده في السكينه، كل ما تيجي الفرصه واتكلم لازم اقول المعلومه دي كده، عشان ده مع الوقت بيحصل مشكله في صباع ايدينا. فرمت الكزبره بالشكل ده كده يا عم الشيف، اخليها على البلانش عايزها. عينينا، مقادير البطاطا الحاره على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع، تقدري تعمليها بسهوله. بطاطا متقطعه مكعبات وتتغسل الاول قبل ما نقطعها. في الاخر طبعا بنخليها في شويه ميه، ومعانا تومه ومعانا كزبره خضراء، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا بزيت الزيتون. دي بقى روحها زيت زيتون وتوم.
طب التومه هنا هتاخد لون يا شيف؟ لا طبعا، خلي بالك. نخلي الطحينه هنا كده. خلي بالك اوعى تنسي وتحطي بقدونس. زبده، دي توابل او دي مقادير البطاطا الحاره. على البلانشه كل حاجه جنب بعضيها. حلو الكلام؟ نيجي للبطاطا الحاره بتاعتنا سريعا مع بعض. واحنا واقفين كده جنب البطاطا الحلوه. ادي التومه معايا، اللهم صل على النبي اهي. ما استناش على التومه لما تاخد لون، خلي بالك هتمرر لك البطاطا. عينيا. معانا زبده تنزل مع التومه. حلو قوي. معانا الكزبره الخضراء تنزل على التومه. كل ده لاحظتوا حاجه؟ ان انا مجهز كل حاجه. خلصت. نقلب كده. تاكل صوابعك وراها. معلقه هريسه حلوه في قلب الخلطه دي كده، ونشيل ده من هنا. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه، شويه سهوله، شويه خفه يد. بس خفه يد في الخير. شايف الخلطه اللي انا عملتها دي كده؟ مستنيه الملح بتاعنا والفلفل الاسود بتاعنا. ونقلبهم مع بعض كده. ونروق الدنيا دي كده عشان مخرجنا ما يزعلش مني. نظافه مطبخك اهم حاجه، هي اللي بتفتح نفسك للاكل، وهي اللي بتخليك قاعده على السفره كده ومبسوطه. مش ناعي اهم تنظيف المطبخ انك بتنظفي مطبخك اول باول زي الشيف المغازي. منديل، وده حاجات سهله جدا خالص، مصروف بسيط، ولكن يخلي مطبخك رايق بالشكل ده كده. حلو قوي. ناخد البطاطا الحاره بتاعتنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. بطاطا حاره. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده، يا ويلي على الطبق ده لو عملتيه بطريقتي هتدعي لي. اللي تحت يجي فوق، واللي فوق يجي تحت. كزبره خضراء، تومه. البعض زي ما قلت لحضراتكم بيحط دبس الرمان، انا عاملها النهارده بطريقه مصريه. كزبره خضراء، تومه، هريسه حلوه اهي، شويه الملح وشويه الفلفل. اكتر من كده ما تحطيش. طبق الغرف فين يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. حلوه قوي على فكره. انا بحب دايما البطاطا الحاره معموله بالطريقه دي. فراخ مشويه، لحمه مشويه، حسب الرغبه. يلا صلي على الحبيب. في دقائق معدوده عملنا طبق تقدر تسميه بالطريقه المصريه، بالطريقه الشاميه، زي ما انت عايزه. حطيت دبس رمار خد الطعم الشامي، حطيت كزبره خضراء وتومه خد الطعم المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تسلم ايدك. الجرنش بتاعنا عود نعناع حلو، بما ان البطاطا تحتوي على كثير من التوم. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا ان احنا نحقق رغبات حضراتكم ونعمل مع بعض كيكه لونين بالشوكولاته وبطعم الليمون، وعملنا كمان فتت شاورما لطيفه وجميله، وعملنا بطاطا حاره للاطفال الحلوين اللي يحبوا البطاطا مع الشاورما. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.